طيب خلينا ناخد تليفون من هاني الإبراهيمي الصحفي بموقع جول التونسي. طبعا هنحاول نقرب اكتر من الترجي ونعرف استعداداته وتحضيراته اللي بالتاكيد على اعلى مستوى. زميل عزيز هاني الابراهيمي، بشكرك طبعا على التواصل معنا على شاشه النادي الاهلي، واهلا بيك في السادسه. مرحبا بك اخي، شكرا على هذه الاستضافه في قناتكم قناه الاهلي المصريه. يعني في اجواء الحقيقه يمكن مهمه جدا واعتقد حماسيه جدا على مستوى الفرقتين. احنا بنتكلم على واحد من اهم الكلاسيكيات الكره الافريقيه، الاهلي والترجي، ديربي شمال افريقيا. بالتاكيد طبعا استعداد خاصه جدا في تونس لاستقبال النادي الاهلي في مباراه الذهاب. نتكلم كده على ملامح تحضير الترجي لمواجهه السبت القادم. طبعا كما يعرف الجميع ترجي التونسي يراهن وبجديه هذا الموسم على دوري ابطال افريقيا على غرار المواسم الاخيره. الترجي كان فاز بلقبين متتاليين في هذه المسابقه ويامل في هذا الموسم ان يتوج بهذا اللقب. الترجي اكيد كانت استعدادات استثنائيه باعتبار ان المباراه لحجم منافس وهو الاهلي المصري عريق كبير وعملاق في افريقيا، وايضا لقيمه المسابقه وهو الدور نصف النهائي من رابطه الابطال. الترجي استعداداته كانت منذ اسابيع لهذه المباراه باعتبار ان البطوله التونسيه قد انتهت منذ اسابيع، وايضا الترجي كان قد غادر مسابقه كاس تونس. وبذلك معين الشعبين مدرب الترجي وكل الاداره الفنيه ركز بجديه وكامل تركيزه كان منصب على مواجهه الاهلي في الذهاب والاياب. الترجي ايضا كان قد استعاد في اليومين الاخيرين خدمات عبد العزيز بن رمضان ومعز التشريفيه من المنتخب التونسي اللذان غادرا تربص منتخب تونس قبل مواجهه مالي التي ستقام غدا، وايضا استعاد لاعبه عبد القادر بدران الذي جاء الى تونس مع المنتخب الجزائري وبقي هنا في تونس لكي ينضم بعد ذلك الى تدريبات الترجي. هاني اسمح لي، هو يمكن صدر قرار من الاتحاد التونسي بخروج لاعبي الترجي، هل لاسباب فنيه ولا هل من اجل استعدادهم او دخولهم في المعسكر المغلق الخاص بفرقه الترجي استعدادا للنادي الاهلي؟ يعني هم مش مفترض ان هم يلعبوا ماتش بكره اللي هيجمع بين تونس وبين مالي على ما اعتقد. هو الترجي طلب من الاتحاد التونسي لكره القدم تمكينه من محمد علي بن رمضان ومعز بن شريفيه وفريق من مصر ايضا، لكن الاتحاد التونسي وافق على معز بن شريفيه ومحمد علي بن رمضان، لكن رفض تسريح فريق من مصر باعتبار ان الملامح والانظمه التي تاتي من دار المنتخب تقول ان بن مصر قد يكون ليس كبيرا غدا من خلال مباراه ضد المنتخب المالي وسيبحث بعدها بالترجي. لهذا الترجي كانت الامور ثالثه بينه وبين الاتحاد التونسي لكره القدم، طلب وافق الاتحاد على عوده بن رمضان وايضا يعني بن مصطفى هو اللاعب الوحيد من الترجي اللي موجود دلوقتي في قوام المنتخب التونسي والاحتمال يشارك بكره او ما يشاركش طبعا طبقا لرؤيه الجهاز الفني في مباراه تونس ومالي. بالضبط بالضبط، سيكون بنسبه كبيره اساسي غدا في مباراه المنتخب المالي، خاصه انه مدرب المنتخب التونسي منذر القضيه يعول على هذا الحارس، وكان في وقت من الاوقات يعتبره الحارس الاول للمنتخب، والترجي اذا يكون مكتمل الصفوف بتسجيل بالنسخة. طب هاني معلش عشان انا بعتذر لدي الوقت، سؤال اخير بس فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، لانه تضاربت الاقوال والاخبار في الفتره الاخيره ما بين تحذيرات من الكاف بحضور جماهير في مباراه الاهلي والترجي واصرار، وناحيه ثانيه اصرار من جانب الترجي التونسي مع اخذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه طبعا على حضور نسبه معينه من الجماهير في المباراه. ايه الامر او الامر انتهى على ايه او تم الاستقرار على ايه في النهايه؟ بالفعل هي تونس الان في تقاوم فيروس كورونا مثل بقيه الدول، لكن الامور الصحيه في تونس ليست على ما يرام وهذا طبيعي جدا، وان تونس تلعب كل المباريات دون جمهور، لكن الترجي وجمهور الترجي بصفه خاصه منذ ايام او ما نقول منذ اكثر من اسبوع قام بوقفات احتجاجيه، قام بطلب ان يتم تمكين الترجي من حضور جماهيري ولو بعدد قليل
الجمهور الاولى جميل كارزي نادر بان يكون الجمهور متواجد في ملعب رابط في ربع ساعه الاستيعاب التي تكون تقريبا 12000 متفرج. لكن اخر الاخبار واخر المعلومات التي بحاجه الان ان وزاره الصحه ورئاسه الحكومه التونسيه تتجه نوعا ما لم يصدر قرار رسمي، لكن تتجه نوعا ما الى تمكين الخارجي من حضور 5000 متفرج فقط في هذه المباراه، وهو ما يعتبر استثناء نقول انه ايجابي بالنسبه للحكومه التونسيه التي استجابت لطلب الترجي. لكن بعد كل هذا حتى الان ليس هناك اي قرار رسمي الى حد هذه اللحظه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز هاني ابراهيمي الصحفي بموقع جول التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا.